السلام عليكم، انا يحيى. انتظرون الفيديوهات ان شاء الله مع بابا الفيديوهات الجايه، ونعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. يلا يا ابو يحيى اتذكر يا جماعه، لو عجبكم النوعيه من الفيديوهات دي بالله عليكم تتفاعلوا معنا بالتعليقات عشان نكمل لكم في المكان ده ان شاء الله. تفاصيل المكان هتاخدها واحده واحده في الفيديو، والفيديو ليه جزء تاني ان شاء الله. الصلاه على النبي، انت جايب جوز ابو يحيى على مهله. عن وغيلك انا يا ابني، ده حاجه. اي والله، بسم الله ما شاء الله. انا وري لك انا اللقطه دي ان شاء الله. لا زي بعض معلش. طب ما تعرفش تخش تشوف لي؟ معاك انا ابو خالد، معاك على المباشر. خالد مش عمال بيشلف معاك اهو الفلتين اهو قدام. استعجلت ابو يحيى. لسه معانا ابو خلود اهو، بتروح حاجه منك. يلا بينا، معايا معاك اهو. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، ابو خلود مولع الدنيا يا جماعه. التقويسه الجميله هي والتتنيكه الجميله. اطلع يا ابو خلود المتماكج. لا بص المنظر الجميل، بص المنظر الجميل، بص بص جنب منها. الصلاة على النبي، بص دي جنب دي، الله ينور. يلا وسامح على المباشر. بسم الله ما شاء الله، تقويسة جاي 10/10. على مهلك، على مهلك يا ابو يحيى. طب ليه كده؟ يلا يا اخي تتعوض. ايوه اطلع بقى بعيد عن الشعر بتاعي. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي. صلاة النبي. والله يا جماعة جام 10/10 وسمك نتيات من اللي هو ايه، من اللي قلبك يحبه، يعني مش هتعرف تشتريه، اما تصطاده وتدفع ثمنه احلى. مستر ابن خالي اهو مولعها. بص التقويت يا تقويستك يا مستر، بس يا سمكاتك يا مستر. اطلع، ده المستر جاب بالجوز. صلاة النبي. بص احكي لك عمارة حلاوة بطيخ. اي خدمة. ياه العب يا مستر. Thank you.
ساعتك يا مستر. بالراحة مستر بالراحة. اطلع اطلع اطلع. اطلع بالراحة. يا دكورتك الحمراء يا مستر. حط على ايدك كده يا مستر. ايه الدكورة الحمراء الجميلة ده يا مستر؟ حلاوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. تأخرت عليكم انا عارف، وليكم وحشة والله بجد يعني. انا مريت الايام اللي فاتت ديت بشوية مرض كده، الحمد لله رب العالمين، ربنا عافانا يعني، تحسنا، نحمد الله يعني، ونسأل الله برضه اللي مريض بإذن الله. وطبعا نتمنى ان انتم تدعوا لنا برضه بسهر الغير. النهارده ان شاء الله افتتاح اول يوم لمزرعه نصر صبحي، فاحنا تعزمنا ابو خالد، تعزمنا على الطلعه ديت، قلنا نيجي نشوف الدنيا هنا، نتمتع بالصيد وكلام من ده. فطبعا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، بس صيد المزارع يعني ايه، في ناس بتبقى متخيله ان انت هتصطاد في مزرعه فخلاص هتروح هتاخد سمك. لا، صيد المزارع ليه تركات برضه، والناس اللي هي متعوده على صيد المزارع بتبقى عارفاها، ما تفكروش برضه ان ايه الموضوع سهل. طبعا هنبسط عليكم الامور عشان اللي حابب يجرب التجربه دي يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. النهارده ان شاء الله انا هنشتغل على البوري وهنشتغل على البلطي. بالنسبه للبوري اكنك نفس حرفه البحر بالنسبه للايه للبوري. ابو خالد اهو، حبيب ابو خالد، عامل ايه؟ سلم على حبايبك واخواتك والناس. بقول عليكم جميعا، وربنا يكرمكم كده وتيجي تقضي يوم جميل زي ما احنا مقضيين ان شاء الله. ان شاء الله. البور يا جماعه شغله في المزرعه اكنك شغال في البحر، برضو هتزفر بعيش، هتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. برضو نفس السلاح، تشتغل بشليت او تشتغل بسنار مثلا 8 سنار 7 على حسب الايه حجم السمك. ولكن البولتي اللي شغل المزارع فيه مختلف خالص عن بره. البولتي يا جماعه في المزارع بتشتغل له مثلا بسنار 2 سنار 2 او سنار 1 باين على المزارع. سنار 2 مالو يا جماعه وسنار 1 بيتعمل له عجينه بالعلفه. بص، والتطعيمه بتاعته بتبقى كبيره. قلنا احنا عليكم معلش سامحونا، بس الكلام ده هيفيد ناس ياما والله. لان في ناس مثلا بتقول لك انا طالع مصطاد في مزرعه، فهو مفكر ان هو هيطلع هينبسط وهيتمتع. لا والله يا جماعه، احنا هنا عشان ندورهم وعشان نصطادهم. سالنا ناس وبرده ايه قعدنا نغير في عده كذا مره. بص يا جماعه، بتخلي العجينه بالحجم ده كده على الصنار الاثنين، عدتك برضو تبقى خفيفة يعني غير 35-30، والرصاص على حسب الايه الفيلم. خليكم معانا ان شاء الله، نقضوا مع بعض يوم جميل، ولو في حاجة هنصور. طبعا لو هنشتغل على البوري لازم نجيب عيش ونبله في مية ونرمي زفر، نجمع حوالين المرمى اللي انا فيه السمك البوري. لو عايز نشتغل على ايه؟ على بوري. صيد المزارع برضو يا جماعة بيغوص حرفة، يعني ما تفكروش ان هو رمي كده وخلاص، والله العظيم بيغوص حرفة. احنا ما دورناش ولا خدنا سمك غير متأخر خالص، اقسم بالله العظيم. ماشي خلاص، يلا ماشي.
الصلاة على النبي. نوقف بقى نسيب العود خالص. جمع هنا بقى. طبعا مستر امير ايه؟ بوظ لنا الدنيا يعني. سهل. أهم حاجة السمكة تلات حتة اهو يا جماعة. جماعة دي على وش عم أبو خالد؟ لا هو خل هات الراجل الطيب ده اسمك كريم إيه بقى؟ وش عم أبو خالد؟ أنا أخوكم محمد منسي. أحلى منسي ده ولا إيه يا جدعان؟ حبايبنا رجالة والله يوم جميل مع عم أبو خالد. نوعات أيوة رحالة كويسة دي. نوعات رحالة منسي. مع نوعات رحالة مش هتقدر تغمض عينيه. أحلى منسي. طيب ماشي. دي نهاية الفيديو إن شاء الله شباب. انتظروا معنا الجزء الثاني وتفاصيل أكتر. طبعا عايزين نتفاعل مع الفيديو ده إن شاء الله عشان لو عجبكم النوعية دي من الفيديوهات إن شاء الله هنصور لكم كتير خالص في المكان ده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.